الحقونا. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر، بيبي لاند. وعلشان إحنا وكيل لأكثر من 5 شركات عالمية، عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام، الجودة والأمان والضمان. العنوان: الزقازيق، طريق أبو حماد، بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112، 012 89 42 41، 08 إدارة الحاج محمد رمضان. بيدونا.com موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الكيو آر كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها الكيو آر كود، سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا.com. التعليقات تصنع الفارق. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شباب مصر. النهاردة معانا فقرة مطاعم بلدنا. علشان تاكل أكل حلوة في حياتك لازم تلف كتير، وعلشان تلاقي الأكل اللي يدخل المزاج وتدور عليه كتير يبقى نقطة معانا ومن أول السطر. النهاردة معانا حلقة جميلة ودمها خفيف وهنستفيد بها كلنا لأصحاب الأكلات الجميلة. يعني كل واحد بيقعد في بيته كده ونفسه يطلب أكل حلوة، هو ولاده أو أصدقائه أو الناس معاه في الشغل، لازم يدور على مطعم كويس علشان يقدر يعمل له الحاجة اللي هتدخل المزاج بتاعه، لأن الأكل بالذات محتاج الأكيلة. وعلشان أنت أكيل بقى فخليك تابعنا النهاردة في الحلقة عشان تكون حلقة جميلة جدا وموفقة، وبإذن الله هنستفيد بها كلنا كمان عن جودة الأكل وضمان الأكل وأمانة الأكل وإزاي إنك تختار الأكل وإزاي إنك تعرف هل المطعم ده أكله نظيف ولا مش نظيف. النهاردة خلينا نبدأ معاكم الحلقة. معانا النهاردة مطعم اسمه شريمب كورنر، في موجود في محافظة الإسكندرية، وهنقول بقى عنوان وهنقول كل التفاصيل معاكم. بس خلينا الأول أتعرف على حبيبي الشيف حسن بشير. أهلا وحضرتك، نورتني، وإن شاء الله تبقى مش أول ولا آخر حلقة، تبقى مستمر معانا على طول إن شاء الله، ونقدم لجمهورنا الحبيب كل الجديد إن شاء الله بإذن الله. خليني في البداية قبل ما أعرف التفاصيل كلها، أنا عايز أتعرف عليك الأول، نعرف جمهورك عليك ونعرف جمهورنا على المطعم بتاع شريمب كورنر. أنا حسن بشير، اسكندراني. مطعم شريمب كورنر بدأنا به كفكرة ان احنا بنقدم للعميل بتاعنا المنتج اللي احنا بنرطاه ليه هو ياكله. تمام. بننقي الحاجة بتاعتنا الكويسة، النظافة بتاعتنا الكويسة، المجمل بتاعنا الحمد لله الحمد لله الحاجة نضيفة كويسة. اول سؤال ليك، ليه كل الشيفات بتكون امامير كده وحلوين؟ يعني الحمد لله، ده نعمة من عند ربنا ما شاء الله عليك النهاردة معانا، يعني ان شاء الله نعمل حاجة كويسة وكمان يعني سيماهم على وجوههم يعني. تسلم. طيب انا لو انا واحد اكيل تمام وعايز اطلب اكله سمك حلوه او اطلب شوربه سيفود حلوه او اطلب سندوتشات جمبري او اي حاجه، تمام، اول حاجه بتيجي على بالي السعر. صح. لان صح. انا مثلا انا لو انا معايا عيلتي مثلا، عيلتي مكونه من 10 افراد، هقول يا رب طب ده الواحد في السندوتش مش عارف ايه مع الاسعار البيضه اللي احنا بنسمعها دلوقتي. فانا عايز اعرف الايه الاول، السعر في مطعم شريمب كورنر عامل ايه؟ هقول لك، انا السعر في المطعم عندنا بيبدا من 15 جنيه، واعلى سعر في المنيو عندنا ال 75 جنيه. تمام. في كويس بقى الوجبات بتطلع بعروض، في وجبات عائليه، في وجبات شبابيه، في وجبات حتى
للموظفين لو هم حابين ياخدوها معهم. يعني ممكن نقول عندكم في وجبات اسمها مثلا للغني والفقير، يعني اي حد نفسه ياكل اي حاجه هيلاقيها عندنا. يا فندم كل الفئات يا فندم. طيب نقدر نجيب من اول ايه؟ يعني انا عايزه بس اعرف جوهرنا الاول، معانا اكل النهارده، وهل الاكل ده يمشي برضو للغني والفقير اللي هو معاه فلوس واللي طيب مش معاه فلوس يقدر يجيب الحاجات اللي احنا شايفينها معانا على الهواء؟ نبدا من اليمين. نبدا باليمين، خلينا من اهل شوربه سيفود. حلو. مكوناتها الجندوفلي والجمبري والصبيط والسمك الفيليه. حلو. الشوربه بتتعمل اساسا من الجمبري. حلو. الشوربه دي اللي قدام حضرتك احنا حطيناها في المنيو ب 25 جنيه. تمام. ف ده سعر مناسب ولا مش مناسب؟ هيجي واحد، لا ده هو مناسب جدا مع تمام. الاسعار اللي احنا بنسمعها دي كلها، هي دي بتاعت الغني والفقير، بس تمام. انا هيجي واحد دلوقتي يمسك طبق الشوربه دي كده ويقول لك ايه اللي يميز طبق الشوربه ده بتاع شريمب كورنر عن اي مطعم تاني مختلف في مصر كلها؟ ثلاث حاجات. حلو. الكميه، هو باين من الريحه صراحه يعني. التست. والسعر. كميه، تست، سعر. بالظبط. الطبق ده هو نفس الطبق اللي احنا بنسمعه عند الناس اللي هو ابو مش عارف كام والفلوس اللي احنا بنشوفه. بالظبط. ما فيهوش اي حاجه مختلفه. بالظبط. احنا حطينا الاسعار بشكل كبير جدا لان بدانا نجيب الخامه بتاعتنا من المصدر بتاعها الاساسي. حلو قوي. طيب كده عرفنا شوربه السفود عندنا بتبدا من 25 جنيه. جنيه طبعا هي مراحل طبعا، يعني اكيد في اغلى منها. لا 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 لا. نفس الطبق ده هو الطبق دوت وب 25 جنيه ما فيهوش اي اختلاف فيه. زي ما بيظهر قدام حضرتك دلوقتي العملاء بياخدوها مننا. حلو قوي. شوربه السفود في شريمب كورنر بتبدا من 25 جنيه، او يمكن هو الطبق ده زي ما الشيف حسن الاساس بتاعها شوربه الجمبري كمان. شوربه الجمبري. حلو قوي. في ناس غاويه للحته دي بالذات، يعني اقول لك كل حاجه في شوربه السفود. طيب ناخد الطبق ده. الطبق دوت معمول بالطريقه المكسيكان. ده سي فود. ده سي فود برضه نفس الفكره، الصبيط والجمبري والسمك الفيليه مع الفلفل الالوان والبصل. ده معمول بالطريقه المكسيكان، بس ده ريحته بس تجنن يعني. احنا حطينا عليه التست الاسكندراني برضه لان الاسكندرانيه زي ما انت عارف بيحبوا المشطشط شويه. باين معانا الطبق ده ولا باينه لكم؟ طيب. اتخلنا فيه برضو التست الاسكندراني. حلو. حتى الـ يعني لازم تحط التاتش بتاعك برضو هنا. يعني سبحان الله بتبان من شكلها. كل حاجه يعني. طيب. لان العين بتاكل قبل. طبعا طبعا. لو العين مش يعني مش حابه الحاجه اللي قدامها هي مش هتقبلها خالص. طيب يبقى عرفنا ده، نسميه ايه تاني عشان المشاهدين؟ سي فود مكسيكان. سي فود مكسيكان. حلو قوي. سعره كام؟ سعره كام؟ مش هتعدى ال 100 جنيه لان ديت وجبه. وجبه كامله. وجبه كامله ديت بتكون فيها كمان معلش الفيتامينات بقى والحاجات اللي هي وبرده بيطلع معاها البطاطس، بيطلع معاها السلطات بتاعتها، العيش والطحينه وكل حاجه. دي وجبه الفرد تكفيه 100% لان بيطلع معاها كمان الحاجه الساعه بتاعتها. حلوه قوي. في وجبه قدامنا على الشاشه دي شايفها؟ لا ارجعوا لي باول وجبه خالص عشان برده ايه ما نتوهش جمهورنا معانا. الوجبه دي تمام شايفها معانا شوف حسن؟ الاسم ايه معلش؟ انا مش شايف قوي، حد يرى لنا لان انا مش شايف قوي. سمك الفيليه. السمك الفيليه وهي قدام حضرتك موجوده معانا؟ موجوده. سمك فيليه بصوص ليمون. اللي موجوده دي يا جماعه دي دلوقتي الوجبه هي اللي محطوطه قدامنا كده بالظبط على الشاشه. دي بكام؟ ديت ب 75 تقريبا. طبعا معاها برده الطحينه ومعاها العيش والسلطه وكل حاجه. بالظبط. حلو قوي. يبقى دي الوجبه رقم 3. طيب الطاجن ده انا من ساعه ما شفته وانا يعني اعصابي مش ده صبت. طبق مكرونه بالجمبري. ده مكرونه بالجمبري. اهو يا جماعه عشان تشوفوه برضو التاتش بتاع الشيف حسن معمول معانا اهو. مكرونه بالجمبري. مكرونه بالصوص الابيض بتاعها. 60 جنيه الطبق ده. ب 60 جنيه صح؟ بالظبط. انا عارف هو زي طيب الطبق ده مكوناته ايه؟ ده الصوص الابيض الكريمه. استحملنا نرقي بيجي معاك عشان نعمل حاجه كويسه. المكرونه بتاعتنا والصوص الابيض الكريمي والجمبري. نوع معين من انواع المكرونه ولا اي مكرونه بنعملها؟ لا 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 لا، في بعض الاوقات احنا بيكون عندنا السورس بتاع المكرونه بنجيبه احنا لينا. طيب خلينا اقطعك دلوقتي بس واخد استاذه شيماء من اسكندريه. استاذه شيماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك استاذ احمد؟ الله يكرمك، شرفتينا ونورتينا. اهلا. وانا والله مبسوطه قوي، انا اصلا من متابعين برنامج حضرتك والله. الله يكرمك. طب ريقك بيجري معانا من اول الحلقه ولا لسه، ولا انا بس اللي ريقي بيجري على الاكل ده؟ لا الاكل خطير. انا اصلا عايزه اقول لك انا مبسوطه قوي ان انتوا جايبين المطعم شريمب كورنر، يعني انا من احسن المطاعم اللي انا اتعاملت معاها
ودايما بتعامل معاهم بصراحه. طيب والشيف حسن اكلاته جميله. ميرسي يا فندم. بامانه بامانه يا شيماء، زي ما بنقول دلوقتي، هو اللي بتلاقوه في المطعم من حيث الاسعار، الجوده، النظافه، الامان؟ لا لا, لا. يعني المطعم كمان بغض النظر ان هو على الطراز الامريكاني تحسه كده انه ستايله جميل قوي، الاكل كمان بتعمل قدامك، والنظافه بصراحه، والشيف حسن حببنا في الاكل اكتر ما احنا كنا بنحبه يعني. الله يكرمك. شكرا لذوقك يا فندم، شكرا لذوقك. الطاجن روعه، والسندوتشات بتبقى مليانه قوي، وطعمها يعني الخلطه فظيعة. الله يكرمك. بألف هنا يا شيماء معانا، وإن شاء الله تابعينا كده، وكل مرة تشرفينا بالاتصال كده، ونتشرف بيك إن شاء الله. شكرا جزيلا يا شيماء. أستاذ أحمد أنا اللي هقطعك، أنا آسف المرة دي. أستاذ شيماء أنا نسيت أقول لك، أنا المطبخ بتاعي أوبن كيتشن ما شاء الله، يعني أنا زي ما مفتوح، أنا مفتوح 100%. أنا شغال، العميل يطلب بيشوفك وأنت بتحضر الأكل، وأنا شغال من الألف إلى الياء. أهم حاجة يشوفني وأنا شغال، بطلع له الجمبري، بطلع له السبيط، بطلع له الرز، بطلع له كل حاجة قدام منه وبشتغل. وفي بعض الأوقات العميل بيطلب منتج معين هو يعمله بمزاجه أو على هواه، أنا برضو بعمله له. ده أهم حاجة طبعا منه. إحنا بندور على كده ما بنلاقيهاش أصلا. لا. طيب إحنا عرفنا كده الطاجن معانا، طيب ناخد الطاجن التاني برضو. هو شبيه من الطاجن الأولاني. دي مكرونة سي فود. دي مكوناتها بقى الجمبري. دي جمبريه كده. دي جمبريه. هي نايمه كده لوحديها كده، واخده حته لوحديها كده. بس شكلها يعني شكلها انا مش مستحمل، بس انا استحمل وانا معاك، عشان ايه مشاهدينا مش يعني هيتعبوا معايا. بياخد معاها السمك الفيليه والكندوفلي والسبيط مع المكرونه والصوص الاحمر. السعر كام؟ برضو نفس السعر المقارب او اعلى تكلفه، اللي هو 65 تقريبا، 65 او 70. الاسعار اللي احنا شايفينها ده يا شيف حسن هم اللي الناس هيلاقوها عندكم 100%. طبعا حلو قوي. المنيو اكيد كده كده برضو معانا المنيو. طيب خلينا قبل ما نروح للقسم الثاني كده نروح لفاصل ونرجع مع بعض تاني نكلم. تمام. ليه تختار عسل نحل زاد العلم؟ مش بس علشان مناحلنا من أكبر المناحل في مصر، ولا علشان 50 سنة خبرة، وعلشان تختار عسل نحل زاد وانت مطمن، يبقى نقطة ومن أول السطر. عسل نحل زاد من أقوى وأجود أنواع العسل في مصر، هيجي لك من مناحلنا مباشرة، مرورا بكافة الإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم، علشان بنحبك وبنحافظ عليك. مش بس كده، وكمان هيقوي مناعتك ومناعة أطفالك، لأنه علاج لتقوية المناعة وغني بالفيتامينات وبدون أي مواد إضافية. عسل نحل طبيعي 100% وموجود دلوقتي في كل مكان. عسل نحل زاد، صديقك على الأكل. الحق دلوقتي أقوى العروض الخاصة، خصومات كبيرة. لطلبات الجملة والتوزيع، عسل نحل زاد، قوة وعضلات. للتواصل يرجى الاتصال على 0136 792 97، أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك عسل نحل زاد، واعرف الجديد والعروض. لطلبات الجملة يرجى الاتصال على الأرقام التالية. عسل نحل زاد من خير الطبيعة. لو سمحت عاوز اشتري حاجة، لو سمحت. ايه ده، اشاره مرور؟ والله فكره جديده في المحلات. لو سمحت عاوز بيبي لاند. لو سمحت عايز بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. عايز بيبي لاند ليه؟ عشان الطفل ابننا. واحنا عندنا اطفال؟ ان شاء الله هنخلف، انا متجوزك بقالي 10 سنين، اطلقك ولا ايه؟ خلاص هات بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. حسن الهلالي مكرم حبيبي، اديني عقلك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا شغال هنا في شركة نور الاسلام. طب اديني بيبي لاند. بيبي لاند؟ مش ده بيبي لاند، انا عايز بيبي لاند. بيبي لاند؟ مش ده بيبي لاند، انا عاوز بيبي لاند. ولدي انا عايز بيبي لاند. ولدي هات لي بيبي لاند. يلا بينا نخلع. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر،
بيبي لاند، وعلشان احنا وكيل لأكتر من 5 شركات عالمية عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام، الجودة والأمان والضمان. العنوان: الزقازيق، طريق أبو حماد، بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112، 012 89 42 41، 08 إدارة الحاج محمد رمضان. بيدونا دوت كوم، موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين، من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف، وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا، واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الكيو آر كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها الكيو آر كود، سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا دوت كوم. التعليقات تصنع الفارق. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلينا الاول نكمل كمان كلامنا مع الشيف حسن بشير. اهلا بيك يا شيف حسن. ناخد بقى الطاجن ده عشان الوقت بتاعنا. ده طاجن سيفود بالصوص الاحمر، ده بقى طاجن اسكندراني 100%. اللي يروح يطلبه يقول عايز طاجن ايه؟ طاجن اسكندراني، طاجن اسكندراني، طاجن سيفود، طاجن سيفود اسكندراني. سعره كام تقريبا؟ بص، عشان انا برضه في الحدود، يعني في نفس الحدود اللي احنا بنتكلم فيه. طاجن ليله الدخله. ده طاجن ليله الدخله. ده كلام تاني. نصيحه لكل عريس. ده كلام تاني بقى. ده جمبري ومع بيت صبيت. فده الانفجار الكبير يعني، ما شاء الله. اسعاره حلوه برضه، في نفس الرينج. الطعم والريحه باينه يعني، 10/10 ان شاء الله. حلو. السندوتشات دي بقى نظامها ايه؟ دي بقى الشبابي بقى، وبرضه العائلي في نفس الوقت. ده صبيت، وده ميكس ما بين الصبيت والجمبري والسمك. حلو. الفيليه. حلو. ودوت السمك الفيليه وده الجمبري. سندوتش بينزل زي ما هو كده، زي ما هو كده بينزل بنفس الشكل دوت، والناس كلها طبعا اكلت وعارفه اللي انا بقوله ده. اسعاره حلوه برضو، نفس اللي بنقول. السندوتش ده 35 جنيه. طيب احنا بنقول برضو قبل الختام يا جماعه، اللي عايز يتواصل مع مطعم شريمب كورنر، كل الأرقام بتاعت المطعم موجودة دلوقتي على الشاشة، واسم المطعم والصفحة الرسمية للمطعم موجودة كمان على الشاشة قدام حضرتنا. التوصيل لحد البيت بيغطي اسكندرية كلها. قبل ما نختم يا شيف حسن، عايز أقول لحضرتك استعدادكم إيه لرمضان؟ يعني عاملين إيه إن شاء الله رمضان؟ احنا برضو الوجبات بتاعت الشركات رمضان، والمحلات والمصانع. في الشركات والمصانع والأفراد ذات نفسهم برضو احنا أهلا وسهلا بيهم إن شاء الله. عاملين في رمضان حاجات خاصة لهم وعروض وأسعار خاصة؟ أكيد 100%. حلو. وربنا يسر الحال إن شاء الله. من خطة الشركة بتاعتنا إن احنا إن شاء الله السيزون بتاع في مصر هتروح ان شاء الله، وربنا يسهل. انا برضو في الشيخ زايد ان شاء الله بشكرك، وان شاء الله الفرع الجديد في الشيخ زايد بشكرك. شيخ حسن، بشكر اخويا وحبيبي الاستاذ هيثم ان شاء الله. يعني استنونا في حلقه تانية تكون اوسع واكبر معانا باذن الله، تستفيدوا بيها في كل حاجه من الالف للياء. بشكر كل القائمين على مطعم شريمب كورنر باسكندريه. بشكر شيف حسن بشير. خليكم معانا ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله، يبقى في حاجه تستفيدوا بيها تاني باذن الله. اترككم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليه تختار عسل نحل زاد العلم؟ مش بس علشان منحلنا من أكبر المناحل في مصر، ولا علشان 50 سنة خبرة، وعلشان تختار عسل نحل زاد وانت متطمن، يبقى نقطة ومن أول السطر. عسل نحل زاد من أقوى وأجود أنواع العسل في مصر، هيجيلك من مناحلنا مباشرة، مرورا بكافة الإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم، علشان بنحبك وبنحافظ عليك. مش بس كده، وكمان هيقوي مناعتك ومناعة أطفالك، لأنه علاج لتقوية المناعة وغني بالفيتامينات وبدون أي مواد إضافية. عسل نحل طبيعي 100% وموجود دلوقتي في كل مكان. عسل نحل زاد، صديقك على الأكل. الحق دلوقتي أقوى العروض الخاصة، خصومات كبيرة. لطلبات الجملة والتوزيع عسل نحل زاد، قوة وعضلات.
للتواصل يرجى الاتصال على 0136 792 97 أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك عسل نحل زاد، واعرف الجديد والعروض. لطلبات الجملة يرجى الاتصال على الأرقام التالية: عسل نحل زاد من خير الطبيعة. لو سمحت عاوز اشتري حاجة، لو سمحت. ايه ده اشارة مرور؟ والله فكرة جديدة في المحلات. لو سمحت عاوز بيبي لاند. لو سمحت عايز بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. عايز بيبي لاند ليه؟ عشان الطفل ابننا. واحنا عندنا اطفال؟ ان شاء الله هنخلف، انا متجوزك بقالي 10 سنين، اطلقك ولا ايه؟ خلاص هات بيبي لاند. لو سمحت عاوز بيبي لاند. حسن الهلالي مكرم حبيبي اديني عقلك. انت بتعمل ايه هنا؟ انا شغال هنا في شركة نور الاسلام. طب اديني بيبي لاند. بيبي لاند مش ده بيبي لاند، انا عايز بيبي لاند. بيبي لاند مش ده بيبي لاند، انا عاوز بيبي لاند. ولدي انا عايز بيبي لاند. ولدي هات لي بيبي لاند. يلا بينا نخلع. دلوقتي حفاضة بيبي لاند الجديدة موجودة في كل مكان. مؤسسة نور الإسلام للتوكيلات التجارية وتجارة المنظفات والورقيات ومستحضرات التجميل تقدم لكل عملائها أقوى حفاضة في مصر، بيبي لاند. وعلشان إحنا وكيل لأكثر من 5 شركات عالمية، عملنا لكم عروض وأسعار خاصة للمحلات التجارية والصيدليات والجملة والقطاعي. نور الإسلام، الجودة والأمان والضمان. العنوان: الزقازيق، طريق أبو حماد، بجوار مدرسة الأوائل. للتواصل يرجى الاتصال على 0130 90 112 012 89 42 41 08 إدارة الحاج محمد رمضان. بيدونا.com موقع يقدر من خلاله كل أصحاب المشاريع من مطاعم وكافيهات وصيدليات وشركات أدوية وبنوك وهيبرات وسوبر ماركت وشركات المحمول وأصحاب المشاريع الصغيرة والأونلاين، من تقييم شغلهم وتجميع آراء العملاء والزبائن أونلاين بطريقة جديدة ومبتكرة. خليك مميز ومختلف، وسجل الآن وشارك عملائك أحدث طرق استطلاعات الرأي الأونلاين من خلال موقعنا، واعمل شير لاستطلاعك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الكيو آر كود الخاص بالاستطلاع اللي تقدر تحطه في أي مكان عشان تعرف تجمع الآراء وتستفيد بيها الأكبر عدد ممكن من الزبائن. طاولات مطاعم وكافيهات وعليها الكيو آر كود، سجل الآن وابدأ استطلاع الرأي وقيم شغلك مجانا لأول 3 استطلاعات مع فيدونا.com. التعليقات تصنع الفارق.